السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقطع اليوم مهم جدا جدا جدا، عشان هيك أنا بتمنى من أي أخ أو أخت عم بيشاهدوا هالمقطع يعملوا مشاركة مباشرة. هلا أنت عم تحضر مباشرة مشاركة ونشر على أوسع نطاق، عشان فكرة خلع الحجاب صارت ظاهرة منتشرة وكل يوم عم بتزيد. ما بتعرف، يمكن أخت تكون عم بتفكر بهالموضوع وفعلا حتشلع الحجاب بعد ما تشوف هالمقطع، رب العالمين يهديها وتشيل فكرة من راسها. تعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وفي رواية خير لك مما طلعت عليه الشمس. فمباشرة هلا شير انشر، وبإذن الله سبحانه وتعالى رب العالمين حيجعل خير عينك. هالمقطع أنا ما عم بستهدف فيه أي أخت بتقولك أنا ما مقتنع بالحجاب بالمرة، ولا أي أخت بتقولك الحجاب عادي منه عبادة. أنا عم بستهدف كل أخت نفسها بتروضها عن موضوع انه اشيل الحجاب ولا ما اشيل الحجاب، وفي عنده صراع نفسي وكل يوم اشيل الحجاب، لا ما بدي اشيل الحجاب، طب ما بدي اعصي رب العالمين، انا مقتنع انه الحجاب فرض من رب العالمين، بس في ظروف وفي اشياء عم بتخليني عم بتشدني لحتى اشيل الحجاب. هل اخت انا عم بوجه لها المقطع. طب الاخت قبل ما نبلش، الاخت اللي بتشيل الحجاب يعني كفرت، طلعت من الدين، بطلت منيحه بالمره؟ مين قال انه الدين هو بس الحجاب؟ لا ابدا، بس الحجاب جزء مهم جدا من الدين. يعني ما عم بقول لك الاخت اللي بتشيل الحجاب بطل فيها خير، فيها خير بس تركت خير كتير كبير. عشان هيك بنيجي على الاسباب سبب سبب. اول سبب احيانا بتيجي بتقول لك انا الاخت انا مقتنع بالحجاب وبدي اياه بشده وكذا، بس الظروف المحيطه الكل عم بيطلب مني اشيل الحجاب. صاحباتي، والدي، والدي عم بقول لي شيل الحجاب، والدتي عم بتنق على راسي يوميا انه شيل الحجاب. الوضع البلد والتضييق على المحجبات عم بيجبرني او عم بخليني افكر انه اشيل الحجاب. زوجي او خطيب اللي انا خطبته هو عم بقول لي شيل الحجاب. طب انا شو بعمل؟ هون بدنا نتذكر شيء مهم جدا اللي هو موضوع الصبر على الاذى في طاعه الله. نحن بايام الصبر حتى صارت الاخت المحجبه كانه عم بتجاهد جهاد عظيم بس بتمسكها بايش؟ بالحجاب بهذا الزمن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من ورائكم أيام الصبر للقابض فيهم في هذه الأيام على دينه كالقابض على الجمر. الأخت كأنه حاط الحجاب جمر على رأسها بس أجرك عند رب العالمين. قال للمتمسك فيه بما أنتم عليه أجر 50 منكم. من مين؟ من الصحابة رضي الله عنهم. قالوا يا رسول الله أو منهم؟ قال لا بل منكم. فتخيل أجرك العظيم عند رب العالمين أنه أنت بكل ثانية عم تطلع من بيتك، كل ثانية وأنت حاط الحجاب لك فيها أجر. يا الله، أجر 50 من الصحابة رضوان الله عنهم. فها أول سبب بدك تذوقي طعم الصبر وقديه حيقربك من رب العالمين. السبب الثاني أنه الأخت بتقول أنه أنا ما عم بيجيني خطاب ولا عرسان بسبب أنه أنا محجبة، أو من ناحية تانية أنه أنا ما فيني أشتغل بسبب أنه ظروف الشغل اللي أنا بدي أقدم عليه أو التخصص اللي أنا فيه غالبا ما فيه محجبات، أو محل ما عم بروح ما عم بطلب محجبات، عم بطلب حاسرات للرأس. هاي بنذكرها أنه الزواج والخطبة وأيضا موضوع العمل رزق من الله سبحانه وتعالى، ورزق الله سبحانه وتعالى لا ينال بمعصيته. اثنين، رب العالمين بيقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا. عندنا ايمان بالاي، نحن اذا اتقينا رب العالمين حيجعل لنا مخرج، وهذا رزق. نصبر شوي ورب العالمين حيرزقنا. السبب الثالث، الاخت بتقول لك لا انا الحمد لله يعني هالاشياء ما عندي اياها، بس انا بيني وبين نفسي شيء بيجي بيقول لي حاول تطلعي اجمل. يعني انت بلا حجاب بتطلع هيك وشعرك منسدل، وشعر كل يوم فيك تعمليه موديل وتغيري وتصبغي وكذا، والناس تشوف بتبيني اجمل قدام الناس كلها. اول نقطه انه نفسك عم تطلب هالاشياء. النفس اماره بالسوء دائما. شو الحدود اللي حطيتها لنفسك؟ طب ما ممكن الواحد والله تشلع حجابها بعد شوي، لا بين بطنك، خليك نص بطن وتبين صورتك، ويمكن اكثر اطلعي انت والله على البحر بيطلع موديلك احلى بالميو او كذا. طب امتى انا بقول لنفسي لا؟ فانا لازم اعرف انه في محلات لازم اقول لنفسي لا، وان كانت هي عم تطلب هالشيء. اضافه انا بدي اطلع اجمل قدام مين؟ قدام المخلوق ولا قدام الخالق؟ الانسان اذا حب انسان بشكل كتير، او الواحد اذا حبت شخص بشكل كبير، بتقول انا ممكن البس اي شيء بس يكون راضي وينبسط. وبعرف قصه انه وحده كانت انه منا متحجبه، حبت شاب ملتزم،
فقالت له انه انا بحبك، قال له بس انت منك متحجب وانا من شروط انه انا اخذ واحدة متحجبة، قالت له انا عشانك بلبس كفن مش بس حجاب. طب شوف انت هون الارضاء مخلوق، طب انت ارضائك للخالق عشان رب العالمين شو مستعدة تلبسي؟ شو مستعدة تتحملي؟ قديش حبك لرب العالمين حيخليك تصبري؟ السبب الرابع لخلق الحجاب عند بعض الاخوات بتقول لك انا بحس حالي انه انا المنافقة. كيف يعني منافقة؟ يعني انا بس انه حجاب بالظاهر بس من جوا انا عارف حالي عم بعمل معاصي وذنوب خلوات وكذا، لا خليني انه بشيل الحجاب لحتى ما يكون انه ظاهري مخالف باطني وبتصالح مع نفسي. او بيجي طب انا حجابي اساسا منه مكتمل وانا عارف انه هذا منه الحجاب الشرعي، يعني انا حجابي يمكن عم بلبس ضيق، يمكن عم بطلع عم بحط مكياج وحمرة وريحة، فحجابي منه شرعي خلص بشلحه لما اصير قد الحجاب وفعلا بدي البسه على اصوله، هون ساعتها برجع بتحجب. وهذا من تلبيس الشيطان، انه نحن عندنا مثلا سلبيات وايجابيات. طب قلنا عندنا سلبيات وايجابيات، هل معناته انه نحن نشيل الايجابيات ونخلي السلبيات؟ نمي الايجابيات، مش تشيل الايجابيات وتخلي السلبيات. نحن نشتغل على حالنا، انا حجابي فيه تقصير بشتغل انه انا اكمله، مش انه بشيل شيء موجود وفيه خير. قاعده عند العلماء ما لا يدرك كله لا يترك كله او لا يترك جله، وبدعي رب العالمين انه يقربنا اكثر من الاشياء اللي بيحبها. طيب عندنا مثلا والله انه الاخت هي شالت الحجاب، كيف اتعامل معها؟ اول شيء هل من حقي انا احكم على الاخت اللي شالت الحجاب او انا اجي احاسبها؟ لا انا ما من حقي احاسبها، حسابها على الله سبحانه وتعالى. انا ما من حقي افوت حدا على الجنه والنار، بس انا من واجبي انه انا انصحها. ديني الدين النصيحه، وزي ما هي مسلمه وانا مسلم من واجبي انه انا انصحها وبالحكمه والموعظه الحسنه. الناس بتيجي بتتلقى موضوع ترك الحجاب ثلاث اصناف. صنف بيجي بهنيه، والله اوه مبارك انه انت شلت الحجاب وبهنيك وكذا، انت عم بتهنيه على البعد عن الله سبحانه وتعالى. وان كان هي رغبتها بهالموضوع بس انت عم بتهنيه انه بعدت عن الله. لا ابدا، اوعى تهنيه على شيء بعدت فيه عن رب العالمين. وبعض الناس اذا شافوا واحد مثلا حجبت محجب وشالت الحجاب ببلشوا فيها هجوم واساءه وكلمات جارحه وكلمات بذيئه، وبحسسوها انه خالده مخلده في نار جهنم ما حتطلع من نار جهنم. الكلمات المسيئه اللي بتكون بالتعليقات او اللي بتكون بوجهها ما حترجع لها رب العالمين، ما حتحسسها انه هي كانت غلطانه بهالجزئيه، ولو هي احيانا حاسه انه هي غلطانه وهي مثلا في صراع نفسي. انت بدك تطلعها من الصراع النفسي، وانت بدك تطلعيها من الصراع النفسي، مش انه تغرقيه اكتر. شفتيه غرقان يلا اغرقي بعد اغرق عيب، لا انت بدك تطلعيه بالحكمه والموعظه الحسنه. طب شو الحل؟ الحل انه نرجع نحببها برب العالمين، نذكرها انه هي شعارها وعجلت اليك ربي لترضى، نذكرها قديش هي نفسها تفوت على الجنه، نذكرها انه هي حابه تشوف النبي صلى الله عليه وسلم وراسها مرفوع وحابه توقف قدام رب العالمين يوم القيامه وراسها مرفوع انه هي محجبه، نذكرها باجر الحجاب بالحكمه والموعظه الحسنه، وشوي شوي بالدعاء لها انه نحن ندعي لها انه الله يهديها ويصلحها بالسجود. يعني انت شفت والله واحده قريبتك شالت الحجاب انت اسجد، او شفتي قريبتك نفس الشيء اسجدي وبالدعاء يا رب هديه، يا رب اصلح بالها، يا رب خليها ترجع تختار الخير. وهي اي اخت عم بتحس بنفسها انه في شيء عم بيذبها انه شيل الحجاب وخلي الحجاب، اتركوا كل شيء بايدك وادعي رب العالمين انه يريك الحق، وانه اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان. سامحوني الله يرضى عنكم، انا ما بحب اطول بس الموضوع مهم جدا، وبرجع باكد عليكم الله يرضى عنكم، الله يرضى عنكم ويفرج همومكم. شاركوا هالمقطع وانشروه، واللي عنده صفحات كبيره وكذا يحطه فيه لحتى يوصل هالمقطع لكل اخت عم بتفكر ولو للحظه انك تشيل الحجاب وتشيل الفكره من راسها بدل ما تشيل الحجاب. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.